تمرينات واختبارات وجهود متواصلة أعادت خشبة المسرح الجامعي في الحسكة إلى أجواء الإخراج والتمثيل. عرض مسرحي أول بعنوان ارتجالات شارك فيه طلاب كانوا قد أنهوا دورة في التمثيل المسرحي. الغاية الأساسية من هذا المشروع هو رفض الحركة المسرحية بوجوه شابة جديدة. دائما كان هناك حالة من التألق للمسرح الجامعي في محافظة الحسكة. أثناء فترة الحرب ربما اختفت هذه الحالة. اليوم من خلال هذه الدورة استطعنا استقطاب هذا الكم الهائل من الشباب والشابات. اتحاد الطلاب والمسرح الجامعي بذل جهودا كبيرة سبقت إعلان عودة الحياة إلى المسرح الجامعي بعد توقف أكثر من 7 سنوات، جهود تجسدت في دورات إعداد الممثل المسرحي وأخرى تتعلق بكيفية التعامل مع المسرح. اليوم عندنا الثقة أن هؤلاء الشباب مثلوا جزء من الحياة اللي تعيشها سوريا، البعث اللي عم تعيشه سوريا من جديد، ونفض آثار الحرب اللي عاشتها المنطقة، واليوم قدموا كان لهم هاجس مهم. المسرح في محافظة الحسكة مؤشر آخر على استعادة الحياة في جامعتها وفي المدينة عموما، ولا سيما بعد ترميم الدمار الكبير الذي لحق بعدد من الكليات جراء هجمات داعش. نحن اجينا لهون لنبين للكل انه نحن لساتنا موجودين رغم كل الظروف الموجوده هون، نحن بدنا نعمل شيء حلو، نحن عندنا القدره الكافيه لانه نخلق شيء مسرحي كثير حلو. هاي رساله كبيره انه نحن بلدنا بلش يتعافى، هاي شوي شوي اعاده الاعمار يرجع مثل ما كان واحسن. حبينا احنا نقدم هالمسرحيه وهالاشياء انه مشان نرفع معنويات، انه لسه نحن هون موجودين رغم الظروف اللي صارت معانا. عودة النشاط المسرحي والفني تعكس إرادة الحياة لدى السوريين وتعبر عن انطلاق مسيرة التعافي وتجاوز آثار الحرب.